تحياتي، أهلا وسهلا. اليوم أريد أن أتكلم عن زيارتي الأولى إلى الشرق الأوسط، إلى العالم العربي، وكانت في سنة 2001، وكنت في مصر. زرنا أنا والمدرسة زرنا صحراء، كنا في صحراء سيناء، وأحببت تجربة. أحببت صحراء ورمل وشمس، وكنا أيضا قليلا مع البدو، وأيضا في السفر استخدمت أيضا اللغة العربية للمرة الأولى، فقلت لواحدة بكم هذا؟ وفهمت ماذا قلت، وكنت سعيدا جدا. شكرا لك.